يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التشبيك بين الأصابع بين الأذان والإقامة منهي عنه أم أن النهي منسوخ؟ الذي يمشي إلى الصلاة أو جالس ينتظر الصلاة لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما بعد فراغ الصلاة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الصلاة، فإذا فرغت الصلاة فلا بأس، لكن المشي إلى الصلاة أو الجلوس لانتظار إقامة الصلاة هذا لا تشبك فيه الأصابع لورود النهي عن ذلك. نعم.